استراتيجيان للأنشطة التي تمارسها والتي تنظمها النقابة الوطنية للصحافة المغربية فرع جهة الشرق، ومن باب الاعتراف بالجميل ومن باب العرفان والاعتراف بما تقدمه لنا رئاسة الجامعة من دعم معنوي ولوجستيكي في شخص رئيسها الأستاذ ياسين زلول لأنشطة الفرع بما في ذلك مختلف شروط النجاح لندوة اليوم تحديدا اليوم الوطني للإعلام. فإننا مرة أخرى نتقدم بشكر لرئاسة الجامعة التي نلتمس منها أن تظل بطبيعة الحال شريكا جديا وفعالا للجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية. نلتمس من السيد رئيس الجامعة الأستاذ ياسين زغلول أن يتفضل بتقديم كلمة في الموضوع. مشكور. سيد رئيس مجلس الجهوي، سيد رئيس مجلس العلمي الجهوي جهة الشرق، سيد رئيس مجلس التكليفي، سيد أمين كلية الحقوق، سادة الضيوف، سيد عبد الخالق حسن سفير سابق للمملكة المغربية للأردن وللجزائر، سيد عبد الحميد الزماني الصحفي المتألق، سادة السيدات مسؤولي الضوابط الإعلامية الجهوية والوطنية، سيد كاتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية جهة الشرق، سادة السيدات حضور الطلبة جامعة محمد الطفولي، أعزائي الطلبة والطالبات، السادة الحضور، مرحبا بكم في حفل جامعة محمد الطفولي. أولا أود أن أشكر الوفية الكرام على أول قبول الدعوة وثانيا تحملهم على السفر لحضور هذه الندوة العلمية حول الإعلام وكذلك لمشاطرة أفكارهم مع خاصة مع الطلبة ديالنا والطالبات. كما أود أن أشكر كذلك اللجنة المنظمة على هذه الندوة المهمة تحت عنوان الإعلام المغربي في ظل المستجدات القانونية والثورة الرقمية. ففي هذا كل ما هو رقمي وخاصة إذا أدخلنا الذكاء الاصطناعي فصعب جدا أن كل مواطن عادي أن يفرق ما هو حقيقي وما هو مزيف، وخاصة في إطار الثورة الرقمية والثورة للذكاء الاصطناعي، بحيث رأينا أن عدة مناطق إعلامية لما وقع الحرب في غزة كان هناك تزييف ديال الحقائق وإدخال الذكاء الاصطناعي في تزييف الحقائق، وهنا المواطن العادي يمكن أن يفرق ما هو حقيقي وما هو يعني غير حقيقي. فالآن يعني العالم الإعلام يشهد اليوم عدة مستجدات كذلك قانونية وتحولات تكنولوجية متسارعة، حيث صار الحديث عن الإعلام الرقمي صحيفة البيانات الضخمة، لأن الآن من يملك البيانات الضخمة يملك القوة، يعني البيانات الضخمة كذلك إعلام ميتافيرس الذكاء الاصطناعي، مما فعلا أفرز إشكالية قانونية، وهذه الإشكالية القانونية من يتحملها؟ هل يتحملها المسؤول مسؤولية قانونية عند النقاش القانونية، أو يتحملها لكي تلشارجي أي لكي يستعمل هذا النقاش؟ وهذا الإشكال يجب كذلك أن تكون يعني المسائل القانونية في المغرب يجب أن يعني تسارع الزمن، لأن تطبيقات الذكاء الاصطناعي كل يوم تخص تطبيق جديد، والذكاء الاصطناعي كيلعب واحد الدور كبير، والقانون ديالنا باقي في بلاصتو اللي كيجي، ما سايرش هاد الأمور هذه. كذلك صار الحديث عن مدى إمكانية التحكم في اتجاهات الإعلام في المجتمع الافتراضي. إذا في الندوة الوطنية ديال اليوم اللي هي بكل صراحة العنوان اللي تختار ليها فهو جد مهم، أنا كما يعلم الجميع أن حتى الحياة ديالنا تبدلات وتغيرات، ما كاينش يوميا واحد فينا اللي ما كيستعملش الهاتف المقال ديالو، كيستعمل واحد التطبيق، كيشري واحد كيقرا واحد يعني واحد واحد
الراكب تنزل بينا يعني بمئة ديال نفس العنوان، ويأتي الأخبار خبر ما كيش بالآخر نفس العنوان نفس الموضوع، وكتنزل لينا واحد مئة ديال المقالات. وهنا ما كان يعني المواطن العادي ما كيقدرش يميز ما بين بعض المرات كاين هناك مقالات اللي هما كيرسلوا اللغة الفرنسية يسجلوها أوتوماتيكمون الذكاء الاصطناعي، تعطيه العنوان ويخرج لك المقال يعني وتعطيه بعض المعطيات ويخرج لك المقال ما كانت ولا صحفي ولا متأكد منه الصحفي وكيخرج الذكاء الاصطناعي كيخرج لك الخبر، والمواطن ما تعرفش واش الشيء صحيح ولا ما صحيحش. وهناك الآن كنت في واحد المعرض الدولي للذكاء الاصطناعي، فهناك تطبيقات خطيرة غادي تخرج خاصة بالذكاء، تطبيقات خطيرة يمكن أن تغير مسار بعض الدول، لأن هناك واحد النسبة أن المستعمل لما يلي هنا النسبة يمكن أن يخالف عدة معلومات، عدة معلومات يجب عليه إدخالها، ومن يتحكم في النسبة يمكن أن يتحكم في مسار يعني مسار ديال واحد المجموعة من الملايين ديال البشر داخل واحد الدول. كيفاش انا عارف التجارات ديالو سواء التجارات الثقافيه سواء السياسيه سواء المعتقدات سواء كذلك اش كيبغي في العادات اليوميه ديالو؟ وهذه المنصه خطيره، انا شفتها في واحد المعرض، ولما طرحت السؤال على صاحب المنصه واش يمكن ان هذه المنصه يعني انكم تخلقوا انقلابات داخل الدول، وضحك وابتسم، يعني ان هذه المنصه من الان للذكاء الاصطناعي اصبحت خطيره ويجب على الدول المغربي وكذلك يجب على الجامعه ان تلعب دور ديالها يعني في تكوين طلبة وخاصة الصحفيين إن شاء الله اللي في هذا المسير أنهم يفرقوا ويعرفوا يستعملوا هذا الذكاء الاصطناعي والرقمنة في الميدان. فكما قلت كما صار الحديث عن مدى إمكانية التحكم في اتجاهات الإعلام في المجتمع الافتراضي، لذا في الندوة الوطنية اليوم تطرح إشكالات من قبيل هل الإعلام المغربي يواكب المستجدات التكنولوجيا؟ وهل هناك ترسانة قانونية تضبط المشهد الإعلامي المغربي؟ كذلك ما هي المحددات المعرفية لمفاهيم صحافة البيانات؟ إعلان الميتافيرس، صحافة الذكاء الاصطناعي، وهنا زعما بكل صراحة فجامعة محمد الأول فيها الخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي وفي مجال الرقمنة، فهم بإمكانهم أن يواكبوا كذلك زملائنا الصحفيين السيد الكاتب الجلاوي، فهم بإمكاننا أن السادة الأساتذة أن يواكبوا كذلك السادة الصحفيين الإعلاميين في تكوينات حول هادشي ديال الذكاء الاصطناعي والاستعمالات ديالو، ويمكن خلق يعني واحد التكوين مشترك في هذا الإطار لأنه جد مهم. دائما منفتحة على جميع يعني على المجتمع المدني، فكانت هناك يعني ندوات مع المجتمع المدني، كانت هناك ندوات كذلك مع عدة جمعيات، والآن نشكر السيد الكاتب الجهاوي النقابة الوطنية للصحافة المغربية على أول اختيار العنوان وكذلك على العمل الذي يقوم به لأن الخبر يكون إن شاء الله باش يكون صحيح. إذا نتمنى من كل فاعلين في المشهد الإعلامي الحرص على التكوين والانفتاح على مكونات الجامعة كما هو الحال اليوم لتبادل الخبرات يعني الخبرات بين المهنيين وبين الأكاديميين في الحقل الإعلامي للظهور بقطاع الإعلام ببلادنا لأسر الإعلام أولا دبلوماسيا تنمويا وكذلك إعلاما يشكل قوة اقتراحية تخدم السياسات العمومية لبلادنا. فأتمنى إن شاء الله لهذا الندوة النجاح، وجامعة محمد الأول الأبواب ديالها مفتوحة إلى كل المواطنين أي ندوة في التكوينات المستمرة، فمرحبا بكم. لأن الجامعة فهي جامعتكم ليس جامعة الرئيس ولا الأستاذ، إذا فالجامعة جامعة جهة الشرق، ونتمنى إن شاء الله النجاح للجميع.